كانت العاصمة دمشق على مسافة أسبوعين لأن تسقط في أيدي الإرهابيين. كيف ترد؟ هم يحاولوا التشويش علينا وعلى الشعب السوري، فالحقيقة بأنهم يعتمدون مبدأ اكذب اكذب حتى تصدق. من خلال تدخلنا استطعنا وقدمنا مساعدة للجيش السوري لطرد الإرهابيين من ضواحي العاصمة. حسب ما نعلمهم الآن من الروس، ممكن تجاوبني على هذا السؤال الذي وصلني 20 مرة؟ لا يوجد لدينا ما يكفي لكي ندمر وطننا. فإذا أنتم تجيرون أمر واقعي طبيعي يعترف به الروس وغير الروس لصالحكم بطريقة ملتوية، كيف ترد؟ وحتى نحن في الدولة لم نكن نعرف حقيقة، مثل كل الناس لم نفهم ما الذي حصل. لماذا أسقطت حزب البعث السني أمريكا وإسرائيل وحافظت على حزب البعث العلوي؟ يعني أصعب من أن نجيب على هذا الموقف.